السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شيخنا؟ الحمد لله، حالي طيب الحمد لله. الحمد لله. لو سمحت يا شيخنا عندي سؤالين. السؤال الأول في أمر يعني صلاة الفجر، عندنا بعض المساجد بتصليها يعني على الأذان المصري يعني، فهل أصلي يعني معهم ماذا أصنع؟ كم بين الأذان والإقامة تقريبا؟ تقريبا 10 دقائق. والله صلي معهم تاكل لك نافلة ثم صلي بعد ذلك، إن كان الخيط الأبيض من الخيط الأسود لم يتبينا.